السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في فيديو جديد للقناة بنتكلم فيه على الميني وايرلس كيبورد. الحقيقة أنا القطعة دي اليومين دول بتيجي كتير جدا مع الأجهزة اللي هي الريسيفر الأندرويد، زي مثلا الستارنت 2070 2050، وكمان برضه السنة الألترا اتش دي بتبقى معاهم. بس هي الحقيقة الناس مش فاهمة هي القطعة دي ايه أهميتها وايه فايدتها. لما جربتها بصراحة اكتشفت ان هي مفيدة بشكل كبير جدا. القطعة دي يا جماعة هي عبارة عن كيبورد كاملة زي الكيبورد اللي بتبقى موجودة في الكمبيوتر واللابتوب بالتحديد، عشان هي كمان فيها فانكشن كي، فيها زرار اللي هو الاف ان اللي هو الفانكشن ده بندوس عليه مع زرار مثلا زي الاف 1 او اف 2 او اف 3 وات ايفر اي حاجة فيهم، بتعمل لنا وظيفة معينة. يعني مثلا احنا لو فتحناها مثلا ودوسنا مثلا على الفانكشن كي مع الزرار اللي هو 2، بنلاقي الكيبورد بتنور. الكيبورد دي فيها 3 ألوان، فيها تاتش باد، فيها الكليك يمين وكليك شمال بتاعة الماوس. المبهر فيها ان انا ممكن استخدمها في حاجات كتير، ممكن اوصلها مثلا من موبايل عن طريق وصلة او تي جي، ممكن اوصلها على ريسيفر من اندرويد. والمبهر فيها ان هلاقي عندي زراير بتاعه مالتي ميديا، فممكن مثلا اعلي الصوت اوطي الصوت لو مثلا شغال فيديو مثلا ولا حاجه، او مثلا اعلي صوت التلفزيون واوطيه تاني. ممكن كمان عندي زراير اقدر ان انا اقلب بيها القنوات، معايا التاتش باد اقدر ان انا اتحكم بيها كفكره ماوس او زي فكره الماوس. لان دايما الناس اللي عندها اجهزه اندرويد بتشتكي دايما من قصه ان لو الريموت فيه ماوس بيبقى بطيء، فهو هنا هيعوض لك كل ده. طيب ايه المبهر كمان فيها؟ انا نبص نلاقي الماسكه بتاعتها ماسكه كيرفي، بحيث ان انا ابقى ماسكها زي الجويستيك كده بتاعت البلاي ستيشن او اكس بوكس، اقدر ماسكتها مريحه، وفي نفس الوقت هي عامل لنا الجزء اللي ورا ده خشن شويه ومحبب، بحيث ان انا لو ايدي مثلا بتعرق ولا حاجه ما تضايقنيش. طيب الحاجه كمان المبهره جدا فيها وهي الجزء ده، ان هي بتشتغل ازاي؟ بطارية، البطارية بتاعتها شبه بطارية النوكيا ماشي، معاها القطعة اللي بتتركب اليو اس بي ماشي، و بستخدمها عادي جدا وايرلس. وادي الشاحن اللي بيجي معاها سلك عادي بوصلها واقدر ان انا استخدمها. طب انا ممكن اشغلها على ايه؟ ممكن اشغلها على حاجات كتير جدا، ممكن اشغلها مثلا على اللابتوب، ممكن ان انا اشغلها على مثلا ريسيفر اندرويد، ممكن تي في بوكس، ممكن كمان اشغلها على الموبايل عن طريق وصله الاو تي جي. للناس الغاويه جيمنج وغاويه انها تعمل لعب في الموبايل تقدر ان هي تستفيد بيها، فهي قطعه مميزه جدا. طيب القطعه دي لو حبيت مثلا اشتريها لوحدها، لا هي متوفره في السوق، يعني تبدا مثلا من حوالي بتاع 115 120 جنيه في الحدود دي، وفي طبعا تفاوت في الاسعار لان لها انواعها كتير، لكن برضو خلينا منطقيين. ما انا مش غلو وخلاص، يعني هي المسألة كلها ان هم كلهم يعني قريبين من بعض، يعني قريبين جدا من بعض في الوظائف في الحاجة. بس هي الحاجة الحلوة بيها لان دايما المشكلة الأساسية اللي بيستخدم سيفر دايما بتبقى مشكلته انا بقلب القنوات الريموت العدسة العادية. الريموتات دلوقتي الأجهزة الحديثة نازل معاها ريموتات بلوتوث، ولكن في اجهزه لسه مش نازل معاها، يعني زي ما قلنا مثلا 2070 او 2050 هو نازل معاهم ريموتات عاديه، اه ريموتات شكلها لطيف وشكلها حلو بس ريموتات عاديه. طيب القطعه دي ميزتها ايه؟ ميزتها ان هي هتدي لك احساس ان انت موصلها وتقدر تقلب قنواتك عادي من غير ما توجه ناحيه التلفزيون، ناحيه العدسه. مش محتاج ان انا اقعد جنب قريب من الريسيفر عشان اعرف اقلب القناه، لا ممكن اقلبها عادي من وانا ماسكها في ايدي، اي ماسكه في اي اتجاه ماسكها كده، ناحية دي الناحية دي لورا مثلا ولا حاجة، عادي جدا اقدر ان انا اقلب القناة، اقدر ان انا اعلي الصوت. ممكن كمان برضو عندي بزرار الاف ان لو دوست عليه مثلا ودوست على الزرار اللي هو اف 10 بيخليني ان انا اقدر ابدل ما بين الامارة لو انا عندي امارة. لأن طبعا الناس اللي بتبقى مشترية ريسيفر بالامكانيات دي، الحاجات الاندرويد الحاجات الفور كي اللي نازلة، بتبقى ريسيفرات غالية وفيها امكانيات ومواصفات، وريسيفرات بتدخل على الانترنت. فبالنسبه لي طبعا الموضوع هيبقى مختلف جدا. فهي قطعه بصراحه انا شايف ان هي مفيده جدا ممتعه جدا. مثلا ممكن لو انا بستخدمها على مثلا اللابتوب
هتفيدني برضه، اقدر استخدم عادي وانقل فيها الويندوز، لان فيها كل الزوايا بتاعت الويندوز، فيها اسكيب وفيها زرار اسكيب، فيها زرار اف ان وكنترول والت ديليت، اوكي، والاف من اف 1 لحد اف 10 معاك كيباد الويندوز، عايز تشغلها من غير انها تنور، اوكي، عايز تستخدم الانوار، طب النور اللي فيها الثلاث الوان هيفيدني فيه؟ لو انا مثلا فاتح التلفزيون وبستخدم ريسيفر مثلا اندرويد والدنيا ضلمه، فهتفيدني في الجزئيه دي. فهي بصراحه عمليه جدا، عمليه جدا ومفيده جدا، وقطعه بصراحه مفيده. هي الفكره كلها اللي خلاني ان انا اعمل الفيديو ده، لان هما بيدوها دلوقتي مع الاجهزه زي ال 2070 و 2050 والسيناتور اللي هو الالترا الجديد، فبالتالي هي ممكن تكون الناس تسال نفسها طب هما مديها لنا ليه؟ يعني شكل كده وخلاص، او حاجه كده فوق البيعه خلاص؟ لا، هي مفيده جدا. هي كمان معظم الاجهزه دي نازل معاها الماوس الواولس، لكن هي مفيده اكتر من الماوس. هو الماوس هاي برضه اختراع، لكن هي الفكره كلها ان هي جواها الكليكات بتاعت الماوس، بالاضافه للتاتش باد. التاتش باد فيه كمان سكرول، يعني انا الجزء الطرف الاخير ده لو انا مشيت عليه ده كده سكرول، اوكي، كليكات الماوس، وعندي المالتي ميديا الكامله اهي، لو عايزها تنور عادي تنور، عايزها تطفي عادي جدا، وفي النهايه بشحنها بالكيبل. ونصيحه للناس اللي بتستخدم الحاجات دي، ان هو يشحنها بلاش شحن موبايل، خليه وصلها، وصل بس الوصله في حاجه بسيطه، ممكن توصلها حتى في اليو اس بي بتاع الريسيفر، مفيش مشكله، ممكن توصلها مثلا في اليو اس بي مثلا بتاع اللابتوب، حاجه بسيطه، بلاش منها للكهرباء على طول، لان ممكن تكون البطاريه حساسه شويه ضعيفه، بدل ما البطاريه تبوظ وتتنفخ، يعني تبقى مشكله كبيره، لان برضه القطعه دي مش غاليه قوي، فممكن تكون الماتيريال مش احسن حاجه يعني. لكن هي بصراحه هي فكرتها حلوه جدا، هي اختراع كويس جدا، وهي موجهه اكتر كمان للناس اللي بتستخدم مثلا زي اندرويد تي في. اندرويد تي في انت معاك مثلا جهاز هو مش ال جي مثلا سامسونج، تمام، فانت بتتكلم مثلا ال جي عنده الريموت الماجيك، فانت عندك حاجه اختراع بتقدر تتحرك الاير ماوس او الماوس الطاير، لكن التاني بتبقى اجهزه انت عندك زرار بتدوس عليها الماوس بتلاقي الماوس بيتحرك ببطء جدا، فبالتالي الفانكشنز بتاعتك مش عارف تستفيد بيها، مش عارف تستمتع بيها، فده هيدي لك انك تستمتع بيها، تتحرك معاك الماوس اسرع، تقدر تنقل ما بين فانكشن، تفتح ابس، تقفل ابس، تشغل فيديوز، توقف الفيديو تشغله اللي بعديه اللي قبليه، تكتب مثلا في حاجه بدل ما تقعد تشاور بالمؤشر تمشي، بيبقى اسرع طبعا ما تقعد تمشي بالاسهم علشان توصل مثلا للحرف عشان تكتب كلمه مثلا، او تفتح براوزر ولا حاجه، فطبعا هي عمليه جدا. فاتمنى يكون الفيديو ده مفيد للقطعه دي، واتمنى ان انتم ما تبخلوش علينا بدعم القناه بلايك وشير، واتمنى يكون الفيديو فاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.